أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، درسنا اليوم يتعلق بالتصرف العام للدارة الكهربائية، وهو يندرج ضمن الوحدة الرابعة. الآن لنبدأ على بركة الله. إذا محاور الدرس أو النقط التي سوف نتطرق إليها، هناك توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المستقبل، توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المولد، ثم تجميع مولد ومستقبلات، ثم أخيرا سوف نتطرق إلى العوامل المؤثرة على الطاقة الممنوحة من طرف مولد في دارة مقاولية. الآن نبدأ بتوزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المستقبل. دونك نبدأ بمميزات المستقبل، كاركتيرستيك دار ريسبتور. تعبير التوتر يو اب بي بين مربطي مستقبل خطين لينيير لا تمر مميزته من اصل العلم هو يو اب بي. لا تونسيون اوبور دار ريسبتور يو اب بي ايتيغال ا او بريم بلس ار بريم فوا اي. دونك يو اب بي ايتيغال ا او بريم بلس ار بريم فوا اي، مع او بريم القوة الكهرمحركة المضادة للمستقبل ووحدتها الفولت، ثم ار بريم المقاومة الداخلية للمستقبل ووحدتها الأوم، ثم اي شدة التيار المار في المستقبل ووحدتها الأمبير. الآن نمر إذا من بعد ما شنا المميزة بالمستقبل اللي هي يو ا بي ايتيغال او بريم بلس ار بريم اي. الآن نمر للحصيلة الطاقية لو بيلون انرجيتيك. عندما يمر تيار كهربائي شدته اي خلال مدة زمنية دلتا تي في مستقبل خطي، يكون عندنا بالنسبة للمستقبل يو ا بي ايتيغال او بريم بلس ار بريم فوا اي. الآن شنو نقوم؟ غادي نقوم نضرب سوف نضرب طرفي هذه المعادلة بدلتا تي و اي فوا دلتا تي فنحصل على دونك يو ا بي. هذه يو ا بي هذه نضربها في اي في دلتا تي غنحصلوا على يو ا بي فوا اي فوا دلتا تي. لوتر بار عندنا هنا لا فورس كونتر الكتروموتريس او بريم، القوة الكهرمحركة او بريم حتى هي غادي نضربها في اي فوا دلتا تي، دونك غنحصلوا على او بريم فوا اي فوا دلتا تي بلس بيان ايفيدامون اف R prime fois I, c'est la même chose. On va la multiplier par I delta T. On va obtenir R prime I carré fois delta T. L'an, on va essayer de voir ce qui vise dans cette méthode. U A B fois I fois delta T. U A B fois I fois delta T qui vise l'énergie électrique qui est obtenue. Donc, W reçu. الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف المستقبل، و WU أو الإنرجي أوتيل سي اللي هي أو بريم فوا إي فوا دلتا تي، هي الطاقة النافعة التي يمنحها المستقبل، ثم الإنرجي تيرميك الطاقة الحرارية المبددة بفعول جول في المستقبل، أو الإنرجي تيرميك ديسيبي باغ إيفي جول دون لو ريسيبتور. دونك لينيرجي ديسيبي باغ افي جول كيما كتلاحظوا هي ار بريم فوا اي او كاري فوا دلتا تي. نعاود نرجعوا لهذ العلاقه. اذا كنلاحظوا ان لينيرجي اللي هي تكتسبات من طرف المستقبل شنو كتساوي لنا؟ هي الطاقه اللي نفعات المستقبل وزائد الطاقه الحراريه اللي ضاعت بمفعول جول في المستقبل. الان نمر إلى توزيع الطاقة الكهربائية على مستوى المستقبل، حصيلة القدرة للمستقبل. الآن غنمر للقدرة. قبل قليل كنا تحدثنا كما كتلاحظوا على الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية. الآن غادي نتحدثوا على القدرة الكهربائية، القدرة ولكن بالنسبة للمستقبل. الآن بقسمة طرفي المعادلة السابقة، المعادلة السابقة واحد اللي كتذكروا هي هذه، أنا نعاود نرجع ليها، هي يو أ بي فوا إي دلتا تي أو بريم إي دلتا تي بلس إر بريم إي كاري دلتا تي. غادي نقسموا طرفي هذه المعادلة على دلتا تي.
فاش غنقسمو على دلتا تي غنحصلو على يو ار بي اف اي. كانت عندنا يو ار بي اف اي في دلتا تي، دونك الان غتبقى لنا يو ار بي فوا اي ايتيغال او بريم فوا اي بلوس ار بريم اي او كاري. بحيث الطبيعه الفيزيائيه ديال هذا المقدار هي قدره، اذا هنا يو ار بي فوا اي هي لا بيسونس غوسو، القدره الكهربائيه المكتسبه من طرف المستقبل، و بي او اللي هي او بري فوا اي هي القدره النافعه او بيان لا بيسونس اوتيل التي يمنحها المستقبل، بوي لا بيسونس تيرميك ايتيغال ار بري اي كاري هي القدره الحراريه المبدده بمفعول جول في المستقبل، او بيان لا بيسونس تيرميك ديسيبي باغ افي جول دون لو ريست. دونك انطلاقا من هادشي هذا يمكننا نقولوا ان لا بيسونس غوسو est égal à la puissance utile plus la puissance thermique dissipée par effet de joule dans le récepteur. Passons maintenant au rendement d'un récepteur. Le rendement au mardoud mustaqbil. Les na'arif mada ma huwa al mardoud. Mardoud mustaqbil. Mardoud mustaqbil huwa nisbat at-taqa an-nafi'a ila at-taqa allati yaktasibuha min baqi ad-dar. باش نفهموا هاد العمليه ديال المردود، باش نفهموا هاد العمليه ديال المردود لابد نعطيو مثال لخارج الفيزياء، مثلا باش نعرفوا مردود ديال التلميذ غادي نشوفوا النسبه ديال مثلا المعلومات اللي نفعاته مقابل المعلومات اللي اكتسبها، اذا هذا ما يسمى بالمردود باعتبار تلميذ مستقبل. إذا المردود المستقبل بصفة عامة مستقبل الكهربائي هو نسبة الطاقة النافعة لإنرجي أوتيل أو زينيرجي أكيز باغ لو غيست دو سيركوي. نربط بمردود مستقبل برو أو مو وهو مقدار بدون وحدة، دونك لو روندومون إتيغال أ لإنرجي أوتيل سور لإنرجي روسو إتيغال أوسي لا بويسونس أوتيل سور لا بويسونس روسو. كنلاحظوا هنا، لاحظوا معايا هنا، هنا عندنا المردود يساوي الطاقة النافعة على الطاقة التي يكتسبها المستقبل من طرف من باقي الدار. غادي نعوضوا هنا لينيرجي اوتيل. لينيرجي اوتيل كما قلنا قبيله هي او بريم فوا اي فوا دلتا تي، ولينيرجي روسو لا ميم شوز هي او ا بي فوا اي فوا دلتا تي. بيان، اون فا الان اون فا سامبليفي بار اي. هنا نسامبليفيو بار اي، نختزلو بإي ونختزلو بدلتا تي. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا او بريم لا فورس كونتر الكترومغنيس او القوة الكهرومحركة المضادة على يو ا بي هي لا طونسيون او بور دو ريسيبتور او التوتر بين مربطي المستقبل. عندنا او بريم دونك اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او بريم على يو ا بي، غتبقى لنا او بريم على يو ا بي. يو ا بي شنو هي غتساوي لنا؟ هي او بريم بلس ار بريم فوا اي، دونك او بريم سور او بريم بلس ار بريم فوا اي ايتيغال اون فا سامبليفي عاوتاني بار او بريم، نختزلو ب او بريم. هنا غنختزل او بريم في القليل واحد، نختزل هنا ب او بريم هي في القليل واحد، نعاود نقسم على ار بريم يعني نقسم على او بريم، دونك غتبقى لي ار بريم فوا اي سور او بريم. دونك هادي سي ليكسبرسيون دو روندومون دان ريسيبتور او مردود مستقبل. يمكننا نديروها بدلالة الطاقة او بدلالة القدرة. اذا دائما يكون المردود المستقبل دائما اصغر من واحد، ويمكن التعبير عنه بنسبة مئوية. كيفاش نديرو نفسرو هاد العملية ديال ان المردود المستقبل دائما اصغر من واحد؟ مثلا ناخذ مثال خارج الفيزياء، ان الكلاب اعطيناهم واحد الفرض، وهذا الفرض غيكون نقطه على 20. اذا طبيعه الحال اقصى نقطه يمكن يحصل عليها التلميذ هي 20. اذا في حاله ما حصل على النقطة التامة اللي هي 20 غتكون 20 على 20، و 20 على 20 هي واحد. إذا داكشي علاش المردود دائما كيكون أصغر من واحد. إلا حصل على مثلا على مقطع 10 على 20 مثلا، غيكون المردود هو 50%، لأن 10 على 20 هي 1 على 2 اللي هي 50%، ويمكن التعبير عنه بالنسبة المئوية كما قلت في هذا المثال. الآن
نمروا لتوزيع الطاقة الكهربائية، ولكن هذه المرة على مستوى مولد. شو مستقبل؟ على مستوى مولد. مميزة مولد. الآن مميزة مولد أو كاركتيرستيك دا جنراتور، تعبير التوتر يو بي ان بين مربطي مولد خطي هو يو بي ان اتجاه او موان ار اي، بحيث او هي القوة الكهرومحركة للمولد، و ار المقاومة الداخلية للمولد ووحدتها الام، ثم اي شدة التيار المارك في المولد ووحدتها الامبير. دونك باش نعاود هاد لابارتي، دونك يو بي ان c'est la tension au bord d'un générateur est égale à la force électromotrice moins la résistance qui multiplie l'intensité de courant électrique passant par le générateur. UPN s'exprime en volts, la tension s'exprime en volts, la force électromotrice s'exprime en volts aussi. علاش القوة الكهرومحركة هي عندها الوحدة الفولت؟ لاحظوا معايا هنا، هذا توتر، الطبيعة الفيزيائية ديال التوتر، وهنا عندنا واحد المقدار فيزيائي ناقص هذا المقدار الفيزيائي كامل اللي هو ار اي. اذا بما ان هذا التوتر وحدته الفولت، ما يمكن له يكون غير فرق ديال التوترين، لانه خصهم يكونوا من نفس الطبيعه الفيزيائيه. دونك هنا او توتر وهذا ار اي كامله راها توتر. دونك او القوة الكهرومحركة المولد وحدتها الفولت، ثم ار لا ريزيستانس انترن ديال الجنراتور وحدتها الام، ثم اي لانتونسيتي دو كورون الكتريك باسون بار لو جينيراتور وحدتها الامبير. تري بيان، من الان نمروا الحصيلة الطاقية للمولد لو بيلون انرجيتيك او نيفو دان جينيراتور. عندما يمر التيار الكهربائي شدته اي خلال مدة زمنية دلتا تي في مولد خطي، يكون التوتر بين مربطي هو يو بي ان اتيغال ا او موان ار اي كما شفنا قبل. الان غنقوم بضرب طرفي هذه المعادلة دي اي فوا دلتا تي، فنحصل على يو بي ان فوا اي فوا دلتا تي اتيغال او اي دلتا تي موان ار اي كاري دلتا تي. دونك هنا درنا في اي دلتا تي، هذا يو بي ان في اي دلتا تي، هنا او في اي دلتا تي، دونك هي عطاتنا او في اي دلتا تي، هنا ار اي اي دلتا تي، اي كما تبلي اي اي او كاري كما تبلي دلتا تي. دونك غنحصلوا على هذه المعادلة اللي بالاحمر اللي هي المعادلة رقم 2. بحيث الان لاحظوا معايا في هاد البيلو في هاد الحصيلة، عندنا يو بي ان في اي دلتا تي كتمتنا الطاقة الكهربائية التي يمنحها المولد لباقي الدارة وتسمى طاقة النافعة. دونك هادو الفي اكستيريور عسمنا اكستيريور، لان هي الطاقه الكهربائيه اللي كيمنحها المولد لباقي الدار وكتسمى لينيرجي اوتيل. ثم كاين دوبل في جي اللي هي او فوا اي فوا دلتا تي اللي هي الطاقه الكهربائيه الكليه اللي كيمنحها المولد للالكترونات. كنعرفوا ان الالكترونات في حركه دائمه، وهذه الحركه كتطلب طاقه. اذا شكون اللي غادي يعطينا الطاقه؟ هو المولد. دونك دبليو في جينيرال ايتيغال جينيرال او نيفو جينيراتور، دونك ايتيغال او فوا اي فوا دلتا تي هي الطاقه الكهربائيه الكليه التي يمنحها المولد للالكترونات. ثم كتبقى لنا هنا هاد لابارتي، هذه هي لينيرجي تيرميك الطاقه الحراريه ديسيبي باغ افي جول او نيفو دو جينيراتور، او الطاقه الحراريه المبدده بفعول جول في المولد. الان ك سينتيز شي، دونك شنو يمكننا نستخلصوا؟ ان الطاقه الكهربائيه التي يمنحها المولد لباقي الدار او الطاقه النافعه، اش كتساوي لنا الطاقه النافعه؟ هي الطاقه الكليه التي يمنحها المولد للالكترونات ناقص الطاقه اللي ضاعت لنا تو سامبلومون. دونك الطاقه الكليه هي الطاقه اللي هي منحها المولد لباقي الالكترونات ناقص الطاقه اللي ضاعت لنا على شكل طاقه حراريه. طيب الان نزول توزيع الطاقه الكهربائيه على مستوى مولد، ولكن الان غادي نحاولوا نركزوا على القدره. حصيله القدره على مستوى مولد بقسمه طرفي المعادله السابقه 2، نعاود نذكركم بالمعادله 2 هي هذه هي المعادلة 2، يو بي ان فوا اي فوا دلتا تي تيغال او دي
اي دلتا تي مو ار اي او كاري دي دلتا تي. غادي نقسمو طرفي هذه المعادله على دلتا تي، تيبقى لنا هنا او بي ان اي وهنا او اي وهنا مو ار اي او كاري، هادشي اللي غنشوفو هنا. دونك غتبقى لنا هنا او بي ان فوا اي وهنا او فوا اي مو ار اي اي كاري. هذا النوع الطبيعه ديال هذا المقدار الفيزيائي التوتر في شده التيار هو قدره كهربائيه. اذا او بي اكستيريور اتقال او بي ان فوا اي وهي القدره الكهربائيه التي يمنحها المولد لباقي الدار الكهربائيه وتسمى القدره النافعه. اما او فوا اي هي القدره الكهربائيه الكليه التي يمنحها المولد للالكترونات. ويبقى لنا هذا المقدار مو ار اي او كاري اللي هو بي ترميك، القدره الحراريه المبذله بدفع الجول في المولد او لا بيسونس ترميك ديسيبي باغ في الجول دون لو جينيراتور. الان نمرو لمردود مولد لو روندمون دان جينيراتور. قبل ما ندوز المردود ديال المولد لابد من تعريف مردود المولد. اذا بالنسبه لمردود المولد هو نسبه الطاقه الكهربائيه الممنوحه لباقي الداره الى الطاقه الكهربائيه التي ينتجها المولد. لاحظوا معايا التعريف وراه تعريف مهم. مردود المولد هو نسبه الطاقه الكهربائيه الممنوحه لباقي الداره الى الطاقه الكهربائيه التي ينتجها المولد. شنو هو المثال اللي يمكننا ناخذه هنا؟ هو مثلا الاستاذ مع التلميذ. الاستاذ كيلعب هنا الدور ديال المولد والتلميذ كيلعب الدور ديال المستقبل. الا بغينا نعرفوا المردود ديال الاستاذ اللي كيلعب الدور هنا ديال المولد، دونك غنشوف النسبه اللي كيمنح التلميذ مقابل داكشي اللي كينتج. وبالتالي يمكننا نقولوا ان لو روندمون اتقال لينيرجي اللي هي اللي تمنحات الميليو اكستيريور ديال الداره على الطاقه الكليه التي ينتجها المولد. دونك وبطبيعه الحال تساوي القدره الكهربائيه الممنوحه لباقي الداره الى القدره الكهربائيه التي ينتجها المولد لو جينيراتور. الان نقوم بعمليه التعويض. شنو كنعرفوا على الطاقه؟ دول بي اكستيريور تساوي او بي ان فوا اي فوا دلتا تي، و دبل في جي ديال جينيراتور هي او فوا اي فوا دلتا تي. دونك اختزلو باي واختزلو بدلتا تي غيبقى لنا او بي ان على او. او بي ان شنو هي؟ هو التوتر بين ربطي مولد اللي هو او موان ار اي سور او اللي هي قوة المحركة. نختزلو بأو دونك غتبقى لنا هنا او موان ار اي سور او. نفس الشيء مردود المولد دائما اصغر من واحد ويمكن ان نعبر عنه بنسبه مئويه. الان نمر لتجميع مولد ومستقبلات. قانون انحفاض الطاقه في داره كهربائيه. اذا غادي نحاول نشوفوا قانون انحفاض الطاقه في داره كهربائيه. نعتبر واحد الدارة كهربائية مكونة من مولد للتوتر المستمر قوته الكهرومحركة او ومقاومته الداخلية بتي تار. ونعتبره في نفس الدارة عندنا محرك كهربائي قوته الكهرومحركة مضادة او تريم ومقاومته الداخلية اركي. خبيه دونك عندنا واحد لو سيركوي الكتريك. شنو فيه؟ فيه ان جينيراتور ديال طونسيون ديال التوتر المستمر قوته الكهرومحركة او ومقاومته الداخليه ار. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال الجينيراتور. وعندنا موتور الكتريك عنده القوه الكهرومحركه المضاده ديالو هي او بريم ولا لا ريزيستونس انترن ديالو ار بريم. هادشي عندنا. وفي الدار ايضا عندنا موصل اومي مقاومته ار. دونك حسب قانون اضافيه التوترات لا طونسيون اون بورد دان جينيراتور تيكال لا طونسيون يو ا بي بلس لا طونسيون يو بي سي. لا طونسيون يو بي ام او نيفو جينيراتور هي او موان ار اي و او نيفو ديال الموتور اللي هي او بريم بلس ار بريم فوا اي. و التوتر بين مربطي موصل اومي هي ار فوا اي. شغنقومو غنديرو غنضربو طرفي هذه المعادلة في اف دلتا تي. غنضربو في اف دلتا تي. دونك فاش غنضربو في اف دلتا تي
علاش بدنا نطلبوا في ابدال طاقه باش غادي نخرجوا معادله فيها تعبير اللي فيه طاقه. دونك هنا او فوا اي فوا دلتا تي موان عاوتاني هنا نضربو في اي دلتا تي تولي لنا موان ار اي او كاري دلتا تي هي هادي و او بريم نضربوها في اي دلتا تي ها هي عاوتاني ار بريم في اي دلتا تي تعطينا ار بريم في اي او كاري في دلتا تي و هاد ار اي تا هي نضربوها في اي دلتا تي تعطينا ار اي او كاري فوا دلتا تي. اذا تعبر هذه العلاقة عن قانون انحفاض الطاقة. علاش؟ لان عندنا هنا دبليو اكس تي تمثل الطاقه التي يمنحها المولد وهي هاد دبليو او كتولي تتبين لنا الطاقه اللي كيمنحها المولد وهي مساويه واحده معايا هنا لان هذا غادي نردو لجهه اخرى وهي مساويه لمجموع الطاقه التي يكتسبها المحرك اللي هي الانرجي ديال الموتور والطاقة الحرارية اللي هي الانرجي تاع التغليق المبددة في الموصل أو الأم. إذا يمكن أن تكتب معادلة انحفاض الطاقة على الشكل التالي أو فوا إي فوا دلتا تي. هانت لاحظوا معايا منين جبنا هاد العلاقة عندنا أو فوا إي دلتا تي هاد موان إر إي وكاري دلتا تي دوزناها للطرف الآخر ديال المعادلة وبقات لنا هنا أو بري فوا إي فوا دلتا تي ها هي. هنا كنلاحظوا اي او كاري في دلتا تي وهنا اي او كاري في دلتا تي وهنا اي او كاري في دلتا تي دونك هذا عامل مشترك غادي نعملو به غتبقى لنا ار بيتي تي بلس ار تري بلس جرون تي اي او كاري دلتا دلتا تي. اذا لاحظوا معايا هنا هاد الطرف هذا الطرف شنو كيمثل؟ هي الطاقة الكهربائية الكلية التي يمنحها المولد. اما او تري فوا اي فوا دلتا تي فهي الطاقة النافعة للمحرك لينيرجي اوتيل ديال الموتور وبيان ايفيدامون هذا اللي فيه لي ريزيستونس لا ريزيستونس انترن ديال جينيراتور ولا ريزيستونس انترن ديال الموتور ولا ريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك هادو هاد ليكسبرسيون اللي فيها هادي تتمثل لنا الطاقة الحرارية المبددة ولكن فاش في السيركوي كامل لان فيه لي ريزيستونس ديال لي سيركوي ديال لي ريزيستونس اللي كاينين في السيركوي كامل دونك الطاقة الحرارية ديسيبي دون لو سيركوي. تري بيان دونك هذا بالنسبة لو بيلون انرجيتيك او نيفو دان سيركوي الكتريك. اون باس مانتنون او روندمون جلوبال دو سيركوي. لاحظوا معايا نعرف المردود الكلي للدارة بنسبة الطاقة النافعة دونك لينيرجي اللي هي اوتي الى الطاقة الكهربائية المنتجة او الكلية. دونك انطلاقا من هذا التعريف دونك لو روندمون شنو هو؟ هو او بري فوا اي فوا دلتا تي اللي كتمثل لنا الطاقة النافعة على الطاقة المنتجة اللي هي او فوا اي فوا دلتا تي اون سامبليفيون باغ اي او اي باغ دلتا تي. دونك لو روندمون ديال لو سيركوي غيكون هو او بريم اللي هي القوة المحركة المضادة ديال المحرك على القوة المحركة للمولد. بطبيعة الحال نفس الشيء المردود الكلي للدارة دائما أصغر من واحد ويمكن أن نعبر عنه بنسبة مئوية. الآن ندوزو للشق ما قبل الأخير وهو المرتبط بالعوامل المؤثرة على الطاقة الممنوحة من طرف المولد في دارة مقاومية سيركوي ريزيستيف. دونك الآن غادي نحاولو نشوفو العوامل اللي كتأثر لنا على الطاقة الممنوحة من طرف المولد في دارة مقاومية. الآن نحاولو نشوفو بعدا تأثير القوة الكهرومحركة. أوكي نحاولو نشوفو تأثير القوة الكهرومحركة. دونك القدرة الكهربائية لانتقال الطاقة التي يمنحها المولد ذو القوة الكهرومحركة أو والمقاومه مهمله. دونك راه اعتبرنا هنا عندنا واحد المولد عنده القوه كهرومحركه او ولكن مقاومه مهمله اللي باقي الداره هي دونك القدره هي بي اكستيريور تيكالا او فوا اي حسب قانون بويي. اش كيقول لنا قانون بويي؟ انه لانتونسيتي دو كورون الكتريك تيكالا عندنا هنا القوه الكهرومحركه الوحيده اللي عندنا هنا هي او ولا ريزيستونس اللي عندنا هنا هي ار دونك اي كتساوي او على ار. وهنا دونك الى عوضنا هاد اي بأو على ار هاد اي هادي عوضناها بأو على ار شغتولي لنا بي اكستيريور هي او في او او كاري على ار هي هادي بي اكستيريور كتساوي او او كاري سيغ ار.
وبالتالي كنسنجو ان بي اكستيريور ايتغال ا او او كاري سور ار، وهي تمثل القدره الكهربائيه لانتقال الطاقه التي منحها المولد لباقي الدار. وكنلاحظوا انطلاقا من هذا التعبير انه القدره الكهربائيه التي منحها مولد مقاومته مهمله بدار كهربائيه مقاوميه يتناسب اقترابا مع ايش؟ مع مربع قوته المحركه. وبطبيعه الحال معامل التناسب هنا هو واحد على اخر. خلينا الان نمر لتاثير المقاومه المكافئه على الدار. لاحظوا معايا عندنا هنا ريزيستانس باريال عاوتاني هنا عندنا ان جينيراتور هنا لا فورس الكتروموبليس ولا ريزيستانس انتر ديالو. دونك هنا تاثير المقاومه غنشوفوا تاثير المقاومه المكافئه على الدار، يعني المقاومه المكافئه اللي كاينه في الدار على الدار حسب قانون بويي. كنعرفوا حسب قانون بويي ان شده التيار كتساوي او على ار ايكيفالون، بحيث ار ايكيفالون هي المقاومه المكافئه للدار. غادي نعوضوا هذه العلاقه هذه في العلاقه السابقه اللي كانت عندنا قبيله، هذه العلاقه بي اكستيريور كتساوي او كاري سور ار. دونك شنو غادي نحصلوا؟ غادي نحصلوا على هذه العلاقه ان بي اكستيريور كتساوي ار ايكيفالون كتساوي ار ايكيفالون موان ار كمتيبلي او كاري على ار ايكيفالون او او كار. دونك لاحظوا معايا، اذا قلنا غنعوضوا هذه العلاقه اللي هي اي كتساوي او على ار ايكيفالون، غنعوضوها هنا نعوضوها هنا انطلاقا من هذه العلاقات هادو، فنحصل على ان بي اكستيريور كتساوي ار ايكيفالون موان ار كما تبلي او او كاري على ار ايكيفالون او كار. دونك الان لاحظوا معايا هاد الداله هادي اللي هي دلاله ار ايكيفالون. دونك بي اكستيريور تقال ار ايكيفالون موان ار فاكتور دو او كاري سور ار ايكيفالون او كاري. هاد الداله هادي فوقاش غتكون قصويه؟ هاد الداله هادي اللي هي داله بدلاله ار ايكيفالون، لان ار ايكيفالون هي هو المتغير. فوق انها تكون الداله قصويه، فاش غيكون هاد ار ايكيفالون كيساوي جوج ار؟ اذا كانت جوج ار تولي لنا جوج ار موان ار هي ار بوتيت ار، وتولي لنا هنا بوتيت ار فوا او او كاري على كاتر ار كا كاري، يعني فوقاش فاش غتكون ار كتساوي بوتيت ار. صافي؟ خير. الان وبالتالي تكون القدرة الكهربائية الممنوحة من طرف المولد قصوية عندما تكون المقاومة المكافئة للجزء الخارجي للمولد تساوي مقاومته الداخلي. خير. الآن لاحظوا معايا باش نعاود نوضح هذه النقطة، راه ار ايكيفالون راه فيها لا ريزيستونس ديال الكونديكتور اوميك وهادي، دونك هاد ار ايكيفالون راه هي كرون تير بليس بيتي تير. فاش غنعوض هنا بكرون تير بليس بيتي تير، دونك وهادي كتساوي لنا دو زير، دونك اوتوماتيكمون غاد بيتي تير ترجع لنا هي دو زير موان ار هي بيتي تير، دونك كرون تير غتكون كتساوي كرون تير اللي هي هادي كتساوي بيتي بيتي تير. هادي الان نمرو للتأثير كيفية جميع المقاومات. الآن حاول نبداو التركيب على التوالي. دونك بالنسبة للمونتاج اون سيري حسب ما سبق شنو عندنا؟ عندنا القدرة الكهربائية الممنوحة من طرف المولد ذو مقاومة داخلية مهملة دائما لثنائي قطب أب مكون من جميع التوالي لموصلين ار ان و ار دو. شنو هي؟ دونك لا بيسونس قلنا هي او فوا اي، وهاد لا بيسونس نفسها راه هي او او كاري على ار ايكيفالون، غير هو في التركيب على التوالي ار ايكيفالون راه تكون هي لا سوم ديال لي ريزيستونس اللي كاينين في لو سيركل. اما لاحظوا معايا دابا نديرو ايتيود كومباراتيف، اما بالنسبه للتركيب على التوازي دونك حسب ما سبق دائما لدينا لا بيسونس الكتريك
ليمنعها من طرف المولد ذو مقاومه داخليه مماله للثنائي قطب اب مكون من جميع التوازي مونتاجون باراليل ديال الكونت دو كونديكتوروميك ار1 ار2 دونك لا بيسونس اتيغال E au carré, toujours, ولكن على R prime équivalent. علاش R prime équivalent لأن لا résistance équivalente بالنسبة للمونتاج en parallèle ماشي هي لا résistance équivalente ديال المونتاج en série. داكشي علاش درنا هنا R prime. بطبيعة الحال كنعرفوا أن لا résistance équivalente بالنسبة للمونتاج سيري كبر من لا résistance équivalente ديال المونتاج parallèle. ولاحظوا مع رد نردوا البال ان هاد لا ريزيستونس راه كاينه في الدينوميناتور هنا في المقام وبالتالي الا كانت ار ايكيفالونت كبر من ار بريم ايكيفالونت فان المقلوب اللي هو 1 على ار ايكيفالون غيكون صغر من 1 على ار بريم ايكيفالون اذا من هنا كنستنتجوا ان القدره الكهربائيه باعتبار ان بي كتساوي او كاري على ار بريم ايكيفالون و بي كتساوي او كاري على ار ايكيفالون كنستنتجو ان القدره الكهربائيه التي يمنحها مولد لموصلات اوميه مركبه على التوازي كبر من القدره الكهربائيه التي يمنحها هذا المولد لنفس الموصلات الاوميه ولكن مركبه على التوازي. الان الفقره الاخيره هي حدود اشتغال المولدات والمستقبلات. دونك غادي نبداو بحدود اشتغال المولدات والمستقبلات. نبداو بالنسبه للجينيراتور. دونك تمنح التغذيه المثبته توترا طالما شده التيار ما كتعداش واحد القيمه حديه واحد اللي هي اي ليميت ديال التونسيون ديال لانتونسيتي دو كورون الكتريك. دونك ما كتفداش ما تتحداش واحد اي ال اللي كيشير ليها الصانع. وعندما تزيد شدة التيار على القيمة الحدية إلا فات شدة التيار هاد لافالور ليمي إي إل شنو كيوقع التوتر؟ كينخفض بحال كيكون عندنا هنا تيكون التوتر تيكون أو بحال هكا. من بعد فاش كتفوت ديك القيمة الحدية أش كيوقع التوتر؟ يشوت ينخفض التوتر أو بي إن بين مربطي التغذية. طبعا كحف أش غادي غيأدي لزيادة درجة حرارتها بمفعول جول وهذا كيشكل خطر على الجهاز. إذا لذلك تكون القدرة القصوى التي يمكن أن تمنحها التغذية هي بي ماكس. كنعرفوا أن بي هي أو إي دونك إذا بغيت بي ماكس بي ماكس هي أو و إي ليميت مع إي ليميت هي شدة التيار الحدية. طيب الآن نمروا للموصلات الأمية بالنسبة لحدود اشتغال الموصلات الأمية. يتميز الموصل الأمي بطبيعة الحال بمقاومة إر وكذلك بالقدرة القصوى بي ماكس التي يمكن ان يبددها بمفعول جول. اي موصل قومي عنده واحد القدره القصويه اللي يمكن يبددها ما يمكنلوش يفوت ديك القدره القصويه. ومن ثم يمكن ان نستنتج ان يمكن ان نستنتج شده التيار القصوي اي ماكس والتوتر او ماكس التي يمكن ان يتحملها الموصل الاومي. ولدينا اي ماكس كتساوي بي ماكس على ار. نجبنا هاد العلاقه كنعرفوا ان بي كتساوي ار اي او كاري. دونك بما ان بي كتساوي ار اي او كاري دونك بي ماكس كتساوي ار اي ماكس او كاري وبالتالي اي ماكس كتساوي جذر بي ماكس على ار. اذا شكرا على انتباهكم. كنتمنى ان الحصه تكونوا استفدتوا منها تلاميذي وكنحثكم على القيام بالمزيد من التمارين لاجل تعزيز مضامين هذا الدرس. وشكرا لكم جميعا.